اتفضل. اولا شكرا طبعا على اتاحه الفرصه لينا سياده الرئيس. انا يمكن هخرج عن الموضوع الداخلي واتحدث عن الموضوع الاقليمي، واحنا مش بعيد لان ده كل ده امن قومي بيأثر علينا. مصر بتستضيف حاليا المسار الدستوري الجلسه الجوله الثالثه ليبي، وطبعا موضوع ليبيا شائك جدا، واحنا شايفين انه شديد التعقيد ومصر بتحاول جاهده، لكن رؤية حضرتك لهذا الموضوع وخصوصا ان احنا عمالين نشوف ان هو بيزداد تعقيدا كل مادة، فهل فعلا الافق السنة الجاية دي هنلاقي انفراجة فيها ولا مزيد من التعقيد في ظل ما نراه؟ سؤالي معلش الاخر برضو بيتعلق بالجانب الاشقاء من المملكة العربية السعودية ومن الامارات. المملكة العربية السعودية اودعت 5 مليار دولار مؤخرا، هل هناك مزيد من الايداع في البنك المركزي؟ لان احنا عارفين ان يمكن الوضع الاقتصادي اللي بتمر بيه العالم وبتمر بيه مصر محتاجين كل دعم من الاشقاء العرب. شكرا يا فندم. خليني اقول في السؤال الاولاني اجاوبه على حاجه، يعني على جزئين. جزء لينا كلنا، انتوا دايما كنت تسمعونا اقول ايه، اقول خلي بالكم من بلدكم، مش كده؟ فكان الناس مستغربه قوي، يقول لك يعني بقول كده ليه، ودايما بيكررها هو خايف من حاجه. لا، هو انا عايز اقول ان احنا ما عندناش عذر قدام انفسنا وقدام التاريخ وقدام ربنا بعد كده ان احنا نضيع بلدنا. مش بتكلم على مصر، بتكلم على كلنا، كل الدول العربيه. ليه ما عندناش عذر؟ لان النهايه ان ربنا ادانا تجربه مرئيه لينا، احنا شايفين، بنشوفوا ليبيا وبنشوفوا دول اخرى، مش كده؟ فده الجزء الاولاني، ان احنا ما عندناش عذر ان احنا ما نخليش بالنا من بلدنا. هذه نقطه. النقطه الثانيه، احنا في حد ادنى بنحاول نحافظ عليه بالنسبه للملف الليبي، ايه هو؟ ان الامور ما تتطورش وتتصعب. يعني ان ما كناش نقدر نحل المساله من خلال المسار الدستوري والمباحثات 5+5 وتشجيع الاشقاء في ليبيا على ان هم يبقى يعني يتفهموا ان مصلحه ليبيا اكبر كتير من اي مصلحه ثانيه، يبقى على الاقل ما يحصلش تصعيد والامور تنزلق لمواجهه مسلحه ونرجع للاوضاع اللي كانت موجوده في 2019 و20. الحمد لله حتى الان احنا مسيطرين على ده، مش مسيطرين يعني، لا، من خلال جهودنا مع الاشقاء ومع المهتمين بالملف ده ان ليبيا على الحد الادنى لها انها تبقى في هدنه، مفيش اقتتال داخلي لان ده اخطر حاجه علينا، ثم العمل على المسارات الثانيه. طب هل الكلام ده ممكن يشهد انفراجه حقيقيه لليبيا او غيرها؟ لليبيا تحديدا كل حاجه ممكنه عندما تخلص النوايا والإرادة، وإحنا يعني ما نبقاش قدامنا نفسنا، قدامنا بلدنا، وبالمناسبة ده مش كتير. النقطة الثانية فيما يخص الأشقاء في الخليج، أنا عايز أقول لك ودي فرصة إن أنا أوجه الشكر ليهم، لأن هم تحركوا معانا من غير يمكن يعني نطلب منهم ده. صحيح. طيب إحنا بنحاول نعمل إيه من جانبنا بقى؟ بنقول إيه؟ طب ما تيجوا نخلي الودائع ديت استثمارات في مصر، واحنا عندنا مشاريع كثيره جدا جدا بدل فيها 100 مليون وفيها فرص كويسه قوي، واحنا بنرحب بالاشقاء كاستثمار مشترك، ممكن لو هم لوحدهم ما يجراش ما عندناش مشكله، مستعدين لده. طيب بتقولي طب بكره الدنيا تبقى عامله ازاي؟ مش كده سؤال مهم، انا هكلمه سؤال ملوش اجابه بالسياسه، هو ليه إجابة بعلاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى. أنا مش قلقان أبدا. مش إيه؟ أبدا. ليه؟ هو مطلع علينا، لو إحنا مخلصين وإحنا أمنا وإحنا شرفة نتحاسب. لو مش كده ربنا يستر.